هلأ فيما يتعلق في المعاملات القضائية اللي بتواجهها السيدة في المحاكم الشرعية، هي عبارة عن الإجراءات اللي المفروض تمارسها قدام المحكمة، سواء كانت هاي الإجراءات عبارة عن طلبات أو تسمى حجج، أو عبارة عن قضايا مسمى بالقضاء الشرعي عندنا دعاوى على اختلاف أنواعها، سواء كانت دعاوى نفقات أو دعاوى تفريض للنزاع والشقاق أو للضرر أو للهجر أو للغياب. والنفقات طبعا بانواعها، سواء كانت نفقه زوجها، ابن، بنت، اب او ام. اجمالا الصعوبات اللي ممكن تواجهها السيده في المحاكم الشرعيه بتتمثل بانه ضعف الجانب المادي او اللي هي الاشكاليه الماليه المتعلقه، انه مش كل السيدات بيقدروا يدفعوا تكلفه رسوم القضايا، رغم انه رسوم القضاء الشرعي مقارنه بالقضاء النظامي تعتبر اقل بكثير، الا انه سيدات كثير بيواجهوا صعوبه انهم ما بيقدروا يدفعوا رسوم الدعوه. الاشكاليه الثانيه الكبيره انه السيده ما بتقدر تباشر اهم القضايا اللي مرتبطه فيها في المحاكم الشرعيه بنفسها، لانه القضاء الشرعي كثير حساس وكثير دقيق وبيتطلب معرفه قانونيه كمان يعني متقدمه عشان الشخص يقدر يرفع دعوى. الاشكاليه الثالثه متعلقه باجراءات المحاكم نفسها والمدد اللي بفرضها القضاء الشرعي هو نصوص القانون الشرعيه، مش كل السيدات تقدر تتعاطى معها او تفهمها في سياقها الصحيح. عشان هيك الدور المفروض على مؤسسات المجتمع المدني هي تستمر في عقد جلسات التوعيه للنساء، تقدم خدمات الاستشاره القانونيه المجانيه، وتحاول تكثف من امكانيه انه هي توصل للسيده بمكانها، لانه جزء كبير من السيدات كمان ما بيقدروا يوصلوا لهي المؤسسات. وتستمر المؤسسات تقديم خدمه كثير مهمه اللي هي خدمه التمثيل القضائي للسيده، بمعنى انه سيده بتكون عندها مشكله المؤسسه بتتبنى ان هي ترفع لها الدعوه لحد ما توصل تاخذ معاها حكم وتمشي فيه كل حيثياته، بحيث انه يعني تحصل على حكم باتوا نهائي. الخلل في منظومه القضاء الشرعي عندنا انه هو اجمالا القوانين الشرعيه مش منصفه للمراه، بتحس انه القانون بيتجه ذو طابع ذكوري. حالات التفريق المسموح فيها للمرأة اللي هي تتطلق عن زوجها أو بمفهوم القضاء تتفرق عن زوجها هي حالات كتير محصورة، وكل يعني أغلب الدعاوى بإمكان الرجل إن هو يفلت منها وما يمنح السيدة حقها بالحصول على الطلاق، خاصة إنه إحنا في ظل زمن متواكب واليوم الإشكاليات الزوجية اللي صارت مستحدثة، فبالتالي القانون كمان مفترض إن هو يكون مواكب للعصر ويغطي متطلبات العصر اللي إحنا فيه. يعني كتير بتواجهنا سيدات بتكون عندها إشكاليات مثلا متعلقة ب مثلا تعدد العلاقات الزوجية مع زوجها، إحنا ما بنقدر نتدخل في هذه الحالة كتير رغم إنه هي شائعة، لأنه ما في دعوة قضائية أنا ممكن أستند إليها وأقدر أرفع إليها، إلا في حالات قليلة جدا إذا صار مثلا في عنف على هاي السيدة ممكن إنه أنا ألاقي مخرج إنه أرفع لها مثلا دعوة تفريق للنزاع والشقاق. فالحقيقة إن في إشكاليات كتير قائمة، وفي عندنا عجز ونقص تشريعي واضح جدا، فإحنا متأمل المجلس القضائي إنه هو يصدر تعليمات لحل الإشكاليات الأكثر شيوعا في المشاكل والعلاقات الزوجية.